التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، موعدكم يومي إخوة الإيمان مع الأمسية الدينية. أمسية هذه الليلة من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية عطرة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الأربعين بقرية ميت يزيد، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة، ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. إخوة الإيمان، إن مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية تجعل العبد حريصا في كل أقواله وأفعاله. إذا سأل لا يسأل إلا الله، وإذا استعان لا يستعين إلا بالله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، وخير استهلال لهذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا.
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو
وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فوشاها ما وشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا فاسجدوا لله واعبدوا سبحان الله والحمد لله والحمد لله الله أكبر ولا حول ولا قوة فاسجدوا لله واعبدوا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم
مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاء مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ولقد تركناها
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد الأربعين بقرية ميت يزيد مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، ومن روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم والعلماء، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور أيمن الشيمي. الحمد لله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الواحد الأحد. الحمد لله الفرد الصمد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا ومعلمنا ومصطفانا ومجتبانا سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من صلى وصام، وأطهر من حج البيت الحرام، المبشر بالوسيلة محمود المقام، المبارك الأمين أينما كان، المظلل بالغمام، المحفوظ في الغار بالعنكبوت والحمام، تخجل الرياح عن كرمه وتقصر عن مقامه الأفهام والأذهان، كلامه نور وهديه ينفي الشرور، واتباعه أمن وسلام،
من أطاعه اهتدى، من حفظ عنه سما، من لاذ بسنته لا يضام، الحامد لربه يوم الفزع الأكبر وقد امتنع الكلام عن الكلام. اللهم لا تحرمنا رؤيته ولا تحرمنا شفاعته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، نضر الله وجوهكم بكل خير، وأسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أيها الجمع الكريم، لا يوجد دين من الأديان دعا إلى الرحمة، دعا إلى الألفة، دعا إلى التآلف، دعا إلى التكاتف ونبذ الفرقة مثل ما دعا ديننا الإسلامي في قرآنه وسنته. هذا هو الإسلام، هذا هو القرآن، هذا هو الإيمان، هذه هي رسالة الإسلام التي أوحاها الله تعالى إلى جميع أنبيائه ورسله من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اقرأ قول الله تعالى في الآية 19 من سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. هذه هي رسالة الإسلام التي أكدت على المودة، أكدت على المحبة، أكدت على التعارف، أكدت على التآلف، على أن يكون الناس جنسا واحدا وجسدا واحدا. ألم تقرأ قول ربك في الآية 13 من سورة الحجرات: يا أيها الناس، نعم يا ربنا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأصفاكم وأنقاكم لدينه. ألم تقرأ قول النبي: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل لأبيض على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. ميزان التفاضل عند الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلكم جاء القرآن الكريم يؤكد على الأخوة الإنسانية بين البشر جميعا، وحدة الإنسانية يؤكد عليها القرآن، يؤكد على وحدة الإنسانية بين الأنبياء جميعا وبين أقوامهم من المخالفين لهم في العقيدة وفي الشريعة. اقرأ قول الله تعالى في سورة الأعراف في الآية 66، وفي سورة هود في الآية 50: وإلى عاد، اقرأ معي: وإلى عاد أخاهم هودا. هذه هي أخوة الإنسانية التي بين الناس جميعا، أخوة التآلف، أخوة الرحمة، أخوة التساند، أخوة التعاضد، أخوة الجسد الواحد. اقرأ قول الله تعالى في الآية 73 من سورة الأعراف، والآية 61 من سورة هود: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أكد على هذه الأخوة. وإلى مدين قال الله تعالى في الآية 85:
من سورة الأعراف، وفي الرابعة والثمانين من سورة هود. وإلى مدين أخاهم شعيبا، بعدما أكد قرآننا أيما تأكيد على وحدة الأخوة الإنسانية بين الناس جميعا، أخبرنا ربنا أن أمتكم أمة واحدة. ألم تقرأ قول ربك في الآية 92 من آخر سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ ألم تقرأ قول ربك في الآية 53 من سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون؟ هكذا علمنا ربنا. قال المفسرون: بعث الله تعالى الأنبياء جميعهم، بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والوحدة والاجتماع والتآلف ونبذ الفرقة، لأن الوحدة تقوي المجتمع، تزيده قوة على قوته، وتزيده صلابة على صلابته. علمنا ربنا، علمنا ربنا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك سيدنا النبي بين أصابعه، وهذا هو الرجل الحكيم القويم الذي أراد أن يعلم أولاده وأن يعطي أولاده درسا عمليا في الوحدة والتكاتف، في الوحدة والتآلف، في الوحدة والتساند. أراد هذا الرجل الحكيم أن يعلم أولاده أن الوحدة تقوي الضعفاء، الوحدة تقوي الضعفاء، بل تزيد الأقوياء قوة على قوتهم. فأتى هذا الرجل الحكيم بحزمة أو بحزمة من العصي، وأعطى كل واحد من أبنائه واحدة منها، وقال لهم: كل يقوم بكسر ما بيده. فقام الجميع في آل واحد بكسر ما بأيديهم. ثم أتى الرجل الحكيم مرة أخرى بحزمة كاملة متجانسة متآلفة، حزمة قوية، وقال لأبنائه: من يستطيع منكم على كسر هذه المجموعة؟ فقالوا جميعا في قولة رجل واحد: لا نستطيع يا أبانا. فقال لهم: يا بني، يا بني كونوا جميعا إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا واحدا، يأبى العصا إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقنا تكسرت آحادا أو تكسرت أفرادا. ولقد ضرب القرآن الكريم لنا أروع الأمثلة في بناء المجتمع المتكامل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم بيض لنا وجوهنا، اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا، سلما وسلاما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وأهلها، احفظ مصر وشعبها، احفظ مصر وجيشها، احفظ مصر وأمنها، اجعل مصر في أمانك وضمانك يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد مصر وأهلها وشعبها وجيشها وأمنها فاجعل شره في نحره وكيده في نحره، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح حضرة حبيبنا سيدنا محمد، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى أولياء الله الصالحين، وإلى آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا وأصحاب الفضل علينا وأموات المسلمين أجمعين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور أيمن الشيمي من علماء وزارة الأوقاف، والتي نقدمها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد الأربعين بقرية ميت يزيد مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، والآن يطيب لنا أن نرفع أخف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. الله يشهد والملائكة تشهدون أن الذي حاز الجمال ضم الحبيب
بخير الخالق في ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد الأربعين بقرية ميت يزيد مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. وفي الختام إخوة الإيمان، تقبلوا أرق تحيات الزميل محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.